يقع المنزل في ماليبو بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وتقدر قيمة المنزل ب 100 مليون دولار، مما يجعله واحد من أغلى المنازل حول العالم. يتكون المنزل من 5 غرف نوم و14 حمام وغرفة معيشة وغرفة للطعام وغرفة للتدفئة Fireplace، ويوجد به أيضا سينما خاصة وجيم وساونا وسبا وحمام على الطراز الياباني ومغطس بارد، كما يوجد به أيضا شرفة كبيرة تطل على المحيط. أما بالخارج فيوجد به فيلا مكونة من طابقين للضيوف وحمام سباحة من مياه مالحة. مساحة المنزل 1200 متر، واستغرق بناؤه 10 سنوات.